شاشة مراكز التكلفة يتم الدخول إليها من: إدارة الحسابات، المدخلات الأساسية، مراكز التكلفة. سؤال: ماذا يقصد بمركز التكلفة؟ يقصد بمركز التكلفة: هو ذلك القسم أو الإدارة أو المشروع أو المرحلة الإنتاجية الذي له مصاريف أو تكاليف خاصة به. وفي بعض الأحيان له إيرادات. الغرض من مركز التكلفة هو مراقبة ومتابعة المصاريف أو التكلفة الخاصة بهذا المركز. ومن ثم مقارنتها بالإيرادات الخاصة به. ومن ثم في نهاية السنة المالية معرفة نتيجة النشاط الخاص بمركز التكلفة. للتوضيح الأكثر لما يقصد بمراكز التكلفة نقوم بعرض المثال التالي. كما قلنا مراكز التكلفة وذلك القسم أو الإدارة أو الفرع أو المشروع أو المرحلة الإنتاجية التي لها تكاليف خاصة بها ولها كذلك إيرادات. الغرض من مركز التكلفة هو إحكام الرقابة على التكاليف والمصروفات ومعرفة الإيرادات. وفي نهاية الفترة المالية يتم مقارنة ومعرفة نتيجة النشاط الخاص بهذا المركز من ربح أو خسارة. أما أمثلة مختلفة على مراكز التكلفة مثلاً شركة المقاولات شركات المقاولات يمكن تقسيمها إلى مراكز تكلفة بحيث يتم تحميل كل مركز بما يخصه من تكاليف أو إيرادات فمثلا شركة المقاولات تنقسم إلى مشاريع أو مراكز بناء الجسور ومشاريع أو مراكز بناء الطرقات ومشاريع أو مراكز بناء المباني ونستطيع تقسيم كل مشروع بما يخصه من مشاريع مختلفة فمثلا مشاريع الجسر استطيع ان اقسم المشروع رقم واحد المشروع رقم اثنين او المشروع رقم ثلاثة وتحميل كل مشروع بما يخصه من تكاليف مختلفة من مرتبات الموظفين مثلا من المواد التشغيلية من الكهرباء من مصروفات النقل والشحن الى اخره ومقارنتها بالايرادات التي يتم الحصول عليها عند تنفيذ ذلك المشروع او ذلك المركز هذا بالنسبة لشركات المقاولات مثلا إذا ما ذهبنا إلى شركة شركة تجارية مثلا شركة جوالات في بعض الأحيان يقوم صاحب شركة الجوالات بتقسيمها إلى مراكز من أجل متابعة ومراقبة كل مركز بما يخصه من تكاليف أو إيرادات فيتم تقسيم الشركة إلى مركز أو قسم مبيعات الجوالات وقسم أو مركز مبيعات الإكسوارات المختلفة وقسم او مركز الصيانه وقطع الغير ويتم تحميل كل مركز بما يخصه من مصاريف او تكاليف مثل الايجارات مرتبات الموظفين المواصلات الى اخره واثبات ما يخصه من ايرادات من مبيعات الجوالات وكذلك تحميل مركز مبيعات الاكسسوارات ما يخصه من ايجارات مرتبات الموظفين الكهرباء الانترنت الى اخره وكذلك مراكز الصيانه وقطع الغيار ومن ثم في نهاية السنة المالية مقارنة تلك المصاريف بما يخصها من إيرادات ومعرفة أي مركز أكثر فائدة للشركة هل هو مركز مبيعات الجوالات أو الإكسوارات أو قطع الغيار مثال آخر على مراكز التكلفة في المستشفيات العديد من المستشفيات تستخدم مراكز التكلفة من أجل معرفة تكلفة وإيرادات كل قسم فمثلاً يتم تقسيم المستشفى إلى قسم الباطنية ويتم تحميله بما يخصه من تكاليف من مرتبات الدكاترة والممرضين والمساعدين وغيرها وقسم العظام، قسم العيون، قسم الأشعة، قسم المختبرات إلى آخر من الأقسام. فيتم تحميل كل قسم بما يخصه من تكلفة وتحديد الإيرادات الخاصة بكل قسم وفي نهاية السنة يتم معرفة إيرادات أو نتيجة نشاط هذا القسم الربح أو خسارة فالربح هو عبارة عن الإيرادات ناقصا المصاريف أو التكاليف مثال آخر على مراكز التكلفة مثلا المعاهد في المعاهد يتم تقسيمها إلى قسم خاص باللغات وقسم خاص بالكمبيوتر وقسم خاص مثلا بأنظمة يمن سوفت وكل قسم له إيرادات خاصة به وتكاليف خاصة به مرتبات المدرسين نصيبه من الإيجارات نصيبه من الكهرباء في نهاية السنة يتم معرفه نتيجه النشاط لكل قسم اي ايهما اكثر فائده وربحا لهذه الشركه او لهذا القسم فلكل مركز تكلفه كما قلنا ايرادات خاصه به ومصاريف او تكاليف خاصه به ايجارات مرتبات كهرباء انترنت الى اخره طبعا الربح هو عباره عن ايرادات ناقصا المصروفات الان نقوم بادخال وادراج هذه مراكز التكلفه في شاشه نظام يمن سوفت المتكامل الان نوضح كيف يمكن اضافه مراكز التكلفه في نظام يمن سوفت المتكامل نبدا مثلا بالمركز الرئيسي المركز الرئيسي رقمه واحد المركز الذي قبله دائما يكون رقمه صفر ثم نفرع من المركز الرئيسي مجموعة من الفروع أو من مراكز التكلفة الفرعية فالمركز أ ألف مثلا سوف يكون رقمه واحد 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 يمثل واحد أي المركز الرئيسي ثم رقم المركز واحد المركز باء ورقمه واحد اثنين أي أنه ثاني مركز تكلفة متفرع من المركز الرئيسي المركز جيم ثالث مركز تكلفة متفرع من المركز الرئيسي الآن نبدأ بإدخال هذه المراكز مراكز التكلفة سواء كانت رئيسية ثم نفرغ منها المراكز الفرعية في نظام ما شفت المتكامل على النحو التالي يتم الضغط على زر الإضافة المركز الرئيسي رقمه واحد المركز الرئيسي الخاص به صفر الاسم العربي مثلا المركز الرئيسي أو مركز تجمع الفروع مركز تجمع مراكز التكلفة الفرعية نوع المركز رئيسي لأنني أريد أن أفرع منه ثم أقوم بعملية الحفظ الآن أقوم بإدخال مركز التكلفة الفرعي الأول والذي هو مركز ألف سوف يكون رقمه واحد واحد يتم الضغط على زر الإضافة ثم رقم المركز واحد واحد المركز الرئيسي الذي متفرع منه هو واحد اسم المركز مركز التكلفة مثلا ألف يتم تصفيته حسب آه طبيعة نشاط هذا المركز نوع المركز فرعي ثم أقوم بعملية الحفظ المركز الثاني سوف يكون رقمه واحد اثنين متفرع من المركز الأساسي واحد اسم المركز مركز التكلفة باء باء حسب اسم المركز ثم نوع المركز فرعي لأنه يتأثر بالعمليات ثم نقوم بعملية الحفظ ثم إضافة المركز الثالث رقمه واحد ثلاثة المركز الرئيسي المتفرع منه هو رقم واحد مركز التكلفة مثلا جيم ثم نقوم بتحديد نوع المركز الفرعي ثم نقوم بعملية الحفظ الآن نوضح كيف يمكن تحميل كل مركز تكلفة بما يخصه من مصاريف او تكاليف او ايرادات اذا ما ذهبنا مثلا واردنا صرف تكلفه او قيمه فاتوره كهرباء فاذا ما ذهبنا مثلا خرجنا من هذه الشاشه وذهبنا الى العمليات سندات صرف قمنا بعمل اضافه واختنا المركز صندوق ريال نلاحظ وجود حقل خاص بمراكز التكلفة فإذا ما قمنا بالضغط علي إف F9 سوف تظهر جميع مراكز التكلفة التي قمنا بإدخالها الآن نقوم بتحميل وتحديد مركز التكلفة الذي تعتبر هذه المصاريف أو التكاليف الخاصة بالكهرباء تخصه فإذا ما اخترنا مثلا مركز التكلفة ألف وقمنا بإدخال المبلغ مثلا 25000 ألف ريال ثم في أسفل الشاشة اخترنا حساب الكهرباء البحث من خلال الاسم نجمة ثم كهرباء اف تسعة خمسة وعشرين ألف ريال نلاحظ هناك عمود خاص بمراكز التكلفة نقوم باختياره بالضغط على اف تسعة ونقوم بتحميل مركز التكلفة بما يخصه من مصاريف الكهرباء نقوم باختيار مركز التكلفة ثم نقوم الآن بعملية الحفظ. كذلك إذا ما أردنا البيع وذهبنا إلى إدارة المبيعات، العمليات، فواتير المبيعات، وقمنا بالضغط على زر الإضافة، واخترنا مثلا مبيعات نقدان. نلاحظ وجود حقل أو عمود خاص بمركز التكلفة. فنقوم باختيار مركز التكلفة الذي سيتم البيع منه أو من خلاله أو فيه بحيث يتم تحميله بما يخصه من إيرادات أو تكلفة المبيعات في فواتير المبيعات، بهذه الطريقة يتم تحديد ومعرفة مركز التكلفة الذي سيتم تحميله إما بالتكاليف المصروفات المختلفة أو بالإيرادات المتنوعة. طبعاً مراكز التكلفة لها عدة حالات مختلفة قد يكون مركز التكلفة إجباري بمعنى لا يمكن حفظ السند أو الفاتورة إلا بعد أن يتم تحديد مركز التكلفة وقد يكون اختياري بمعنى يكون للشخص مستخدم نظام المسافة المتكامل الحرية والخيار في تحديد واختيار مركز التكلفة أو لا وقد يكون مركز التكلفة خاصا ب أو محددا فقط في المصاريف المندرجة ضمن الأرباح أو الخسائر لتوضيح أكثر هذه الخيارات والحالات يتم الخروج من إدارة الحسابات الذهاب إلى إدارة النظام تهيئة النظام الخيارات العامة في الخيارات العامة نلاحظ وجود حالة خاصة مركز تكوين اختياري بمعنى يكون لك الخيار في اختيار مركز تكلفه معين او عدم الاختيار سوف يسمح لك النظام بحفظ السند او الفاتوره اما اذا كان اجباري وقمنا باختيار اجباري مثلا تعديل واخترنا اجباري معنى اجباري اي ان النظام لن يسمح بحفظ الفاتوره او السند او القيد اليومي او العمليه التي يتم تنفيذها الا بعد ان يتم اختيار مركز التكلفه فذما قمنا بالحفظ وذهبنا مثلا إلى إدارة الحسابات العملية سندات صرف كمثال وأردنا مثلا سداد الاشتراك الشهري للنت صندوق ريال يمني واخترنا المركز مركز مثلا باء المبلغ مثلا سبعة سبعة ألف وخمسمائة وخمسون ريال اشتراك شهري وقمنا بالبحث من خلال الاسم نت مثلا شهر 2 قمنا بتحديد 7550 شوف. نلاحظ انه عند التحرك من مركز التكلفه لن يسمح النظام بالتحرك الا بعد ان نقوم بتحديد مركز التكلفه لاننا اخترنا ان مركز التكلفه اجباري اي ان النظام لن يسمح بالحفظ الا بعد ان نقوم بتحديد مركز التكلفه يعتبر اجباري لذلك يتم اختياره بالضغط على F9 واختيار مركز التكلفه ثم الحفظ هذا معناته ان مركز التكلفه اجباري يجب على مستخدم نظام منسوفت المتكامل ان تنفيذ اي عمليه ان يقوم بتحديد مركز التكلفه اما الخيار الثالث من, من او الحاله الثالثه من حالات مراكز التكلفه هو حسابات الأرباح والخسائر أي أن مركز التكلفة سوف يصبح إجباري فقط في الحسابات المندرجة ضمن الأرباح والخسائر والتي هي حسابات المصروفات تبدأ بالرقم ثلاثة أو حسابات الإيرادات وتبدأ بالرقم أربعة إذا إذا كانت العملية مرتبطة بأحد حسابات المصروفات أو الإيرادات المندرجة ضمن الأرباح والخسائر فإن مركز الإ... التكلفة يصبح إجباري أما إذا كان كانت العملية مرتبطة بالأصول أو الخصوم فإن مركز التكلفة لا يصبح إجباري فإذا ما قمنا مثلا بالتأشير على حسابات الأرباح والخسائر وقمنا بعملية الحفظ وذهبنا مثلا لعمل قيد يومي في العمليات درس حساب العمل القيود يومية وأردنا منح أحد العملاء خصم مسموح به مثلا خمسين ألف ريال نبحث على الخصم المسموح به مسموح به نكتب مسموح به اف تسعة الخصم المسموح به البيان منح نلاحظ أن الخصم المسموح به يندرج ضمن المصروفات فإذا ما قمنا بإدخال الطرف المدين خمسين ألف ريال نلاحظ أن مركز التكلفة سوف يجبرك على اختيار المركز لماذا؟ لأن حساب الخصم المسموح به يندرج ضمن حسابات المصروفات الخاصة بالأرباح والخسائر. فيتم اختيار مركز التكلفة اف 9 مركز التكلفة جيم. طبعا القيد المحاسبي عند منح العملاء الخصم المسموح به هو من حساب الخصم المسموح به الى حساب العميل. العميل يندرج ضمن الأصول المتداولة. فإذا ما قمنا بالبحث على شركة شيماء اف 9 عميل تم منحكم خصم. نلاحظ أن النظام المتكامل لن يطلب منك إدخال مركز التكلفة، لماذا؟ لأن محلات الشيماء تندرج ضمن حسابات الأصول المتداولة وليس ضمن الأرباح والخسائر، إذا إذا كان الخيار أو الحالة الخاصة بمركز التكلفة أرباح والخسائر، فإن جميع الحسابات المدرجة من المصروفات رقم ثلاثة أو الإيراد رقم أربعة يصبح إجباري يجب إدخال مركز التكلفة. بينما الحسابات المندرجة ضمن الأصول أو الخصوم كالصندوق أو البنك أو الأصول الثابتة أو الموردين وغيرها لن يطلب منك النظام اختيار مركز التكلفة. الحالة الأكثر استخداما في الواقع هي إما حالة الأرباح والخسائر أو أن يكون مركز التكلفة إجباري. طبعا نستطيع طباعة التقارير بناء على مراكز التكلفة فإذا ما ذهبنا إلى التقارير كشوفات الحسابات حسابات الفرعية مثلا نستطيع طباعة التقارير الخاصة بالحسابات بناء على مراكز التكلفة ولتوضيح كيفية طباعة كشوفات الحسابات بناء على مراكز التكلفة إذا ما قمنا باستعراض مثلا سنة صرف تم تنفيذه خاص بمركز تكلفة معين مثلا مركز التكلفة أ تم تحميله بما يخص من هذه المصاريف، مصاريف الكهرباء، الانترنت، التلفونات، تم ادخال هذه المصاريف وتحميل مركز التكلفة أ بالشكل الظاهر امامكم. الان اذا ما قمنا بترحيل هذا السند سند الصرف فانه عند طباعة كشوفات الحسابات الحسابات الفرعية مثلا نريد طباعة كهرباء نقوم باختيارها ثم نقوم بتحديد اظهار مراكز التكلفة ونقوم بتحديد مركز التكلفة الف ثم طباعة يظهر مركز التكلفة بالشكل الظاهر امامكم او خيار اخر الرصيد بعد العملية نلاحظ ظهور مصاريف فواتير الكهرباء خاصة بمركز التكلفة ألف الأول يعني فسوف تظهر جميع المصاريف المرتبطة بمراكز التكلفة بالشكل الظاهر أمامكم فإذا اخترنا مثلاً نت حساب النت مثلاً الاشتراك الشهري للإنترنت وقمنا بتحديد هذا المركز واتباعه يظهر بالشكل مصاريف الإنترنت يحدد بشكل تحليل تاريخ الصرف المبلغ ثم مركز التكلفه الذي تم تحميله بما يخصه من المصاريف المختلفه نكون بهذا قد اوضحنا ماذا يقصد بمراكز التكلفه وكيف يمكن ادخال مراكز التكلفه في شاشه مراكز التكلفه و كيف يمكن تحميل كل مركز تكلفه بما يخصه من مصاريف وتكاليف مختلفه او ما له من ايرادات من اجل معرفه نتيجه النشاط الخاص بكل مركز على حده ومن ثم معرفه اي المراكز اكثر ربحيه وفائده للشركه.